إلى درنا نذهب ومعنا من هناك مراسلنا عبد السلام عياد. عبد السلام أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، صباحك سعيد أحمد، وصباح الخير لكل من يستمع ويشاهد في آن واحد. صباح السعيد، صباح الورد. وبالتأكيد طبعا نحن نحكي بداية عن الطقس، الأجواء جدا رائعة، وبالتأكيد هي أكثر روعة في ذلك المكان البهي في الجبل الأشم في درنا. نعم، في درنا. درنا تظل جميلة وتظل تحلو في عيون كل من يحب مدينة درنا. ودرنا دائما حتى أكون معك في 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 تواصل أكثر، دائما كيأتي ذكر مدينة درنا لدى الليبيون جميعا، فيقولوا مدينة الثقافة ومدينة الفن ومدينة الجمال. لازلنا محتفظين بهذه الصفة رغم الظروف اللي مرينا بها يا أحمد. والله نعم صحيح. خلينا نعم نبدا معك في البدايه باحوال الطقس. يعلم جيدا ان هذا الموسم احنا نقول له ملك، ربما في شواطئ الساحل بالكامل في ليبيا، ولكن في درنا بالذات يكون فمن يصطاف على البحر من هذه المدينه يتجنب ان يكون في 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 السباحه، فيكفي للمشاهدة فقط في هذه الأيام، خوفا من الغرق وخوفا من حدوث أي شيء مكروه لمن يدخل للبحر، ولكن يظل البحر بجماله حتى ولو كان مسلم. الجانب المهم جدا في المدينة الآن، رغم ما مرت به المدينة، ربما الأزمات أحمد، ونحن الآن بعد يعني بعد عطلة العيد وممكن أيام العيد، الأزمة كانت كبيرة جدا، اللي هي الوقود بالإضافة للكهرباء بالإضافة لانقطاع المياه، زي ما نقول نحن تجمعت خلال فترة العيد، ولكن الناس تخطت هذه المرحلة، ولازلنا في أزمة الوقود الآن. محطات الوقود بالكامل، يعلم الجميع ولكل من يستمع لنا، محطات الوقود بالكامل في مدينة درنا مقفلة، لا توجد وقود، لكن الحركة مستمرة، حركة السيارات الضرورية، يعني ما فيش ولا محطة للبنزين مفتوحة توا في الوقت الحالي. لها كم يوم؟ نحكي لك اليوم في هذا الصباح، يعني إلى هذه اللحظة أنا أخذت لك جولة على هن المحطات، أربع محطات أو خمس محطات في المدينة. هذه المحطات بالكامل مقفلة، ومحطات يعني زي ما نقول لك في وسط سنتر، يعني المدينه بالكامل فيها اربع محطات، او بالاضافه ما عرفتش السبب. السبب هو عدم وصول الشحنات الخاصه بالوقود سواء النافذه او البنزين. يعني الناس اصبحت الناس متعوده على الموضوع، فالمواطن كيف يدير في حل؟ ياتي امام محطه الوقود وزي ما نقول لك يركن سيارته ويتركها وينتظر اتصال هاتفي من اي شخص قريب من محطه الوقود يقول له راس سياره الوقود اصبحت قريبه. فمحطات الوقود امامها طوابير موجوده لان السيارات تنتظر سياره نقل الوقود. هذا بصفه يعني خبر في هذه المدينه. انت على ذكر قبل ما ننسى عبد السلام، سمة المدينة، مدينة درنا، هي السمة الثقافية والإبداعية من خلال الأنشطة الفنية المختلفة والمهرجانات والأمسيات الثقافية اللي تقام يعني مرة في المدينة. ما عاش سمعنا على شيء من هذا القبيل. يعني هو عادة الآن في درنا الثقافي بين الحين والآخر يستخدم، يعني زي ما نقوله نحن، يبدأ بعرض بعض الندوات وبعض المناظرات الثقافية وبعض الأشياء الثقافية داخل بيت درنا الثقافي، على حسب تهيئة الظروف أو على حسب من يقوم بهذا النشاط. فيما يخص المهرجانات، زي ما نقول لك في مهرجان أقيم لمدة 3 أيام، هو المهرجان للعائلات المصطفى زي ما نقول لك المصيفة في إيميليا وأهالي مدينة درنا، وكان آخر يوم هو الأمس، زي ما نقول لك حفل فني وثقافي وكذا، حفلات عيدية. لكن الحفلات بصفة عامة أو الأشياء الثقافية، يبدو أن الظروف صراحة، حتى نكون معك واضح سيد أحمد، زي ما نقول لك هذه المهرجانات تحتاج إلى رفاهية وتحتاج إلى راحة. لما يكون المواطن المثقف غير مرتاح وظروفه المادية وظروفه زي البنزين والوقود، فزي ما نقول لك ما تقدرش تدير مناسبة فريحية في المدينة، والمدينة تعاني، فالمدينة تمر بظروف، يعني معظم مدن ليبيا بالكامل. فهذه المناسبات وهذه المناظرات الثقافية وهذه الأحداث اللي فيه النوع من الفن والإبداع تحتاج إلى أريحية وتحتاج إلى شيء من الرفاهية.
الرفاهية والأريحية غير متحققة في هذه المدينة، في هذه المدينة ولو بأبسط الأشياء اللي هو الوقود والكهرباء والماء. فهذه وجهة نظري، لكن هذا لا يعني عقم المدينة وعدم وجود شخصيات مثقفة، بل بالعكس المدينة داخل المقاهي. أنا موجود الآن في مقهى يقال مقهى كافي كلوب، فيه الفنان يدير هذا المقهى الفنان أخو عبد السلام شديم، هو أحد الفنانين المصورين الفوتوغرافيين. تجمع كبير للناس المثقفين يكتفوا بالدردشة على هذه الطاولات، وزي ما نقول دردشة ثقافية دردشة سياسية، بعدين أذان الظهر ويمشوا للمنازل ويتغدوا، وهكذا الحياة تستمر يعني. صحيح. ولكن كتجمع فيه نوع من الإبداع ونوع من الثقافة يحتاج إلى نوع من الأريحية. فالمدينة تمر بظروف صراحة، واعتقد المدن الليبية ولكن المدينة هذه تتأثر بشكل غريب جدا بهذه الظروف. صحيح. ودرنا بالذات يعني عانت لسنوات من للأسف ما طلعناش من دائرة المعاناة. هذه أثار وتداعياته يعني تقصد. أبروا عليك، لكن نقول إحنا الحمد لله أين كنا وأين أصبحنا. فعزاء هذه المدينة أن زي ما نقول لك هذا الموضوع في مدن ليبيا بالكامل، كبنغازي كطبرق البيضة، يعني ما ليست المدينة الوحيدة سرت أيضا تعاني من هذه المعاناة. لكن تظل الروح الجميلة في درنا، تظل الناس يجون على العيد، لا زالت هذه المدينة بعد بيان قريب 4 سنوات أو 5 سنوات من قطع، الناس كلها تتوجه إلى مدينة درنا، سواء أهلنا في بنغازي، أهلنا في طرابلس، أقاربنا كذا، يقول لك نجي لمدينة درنا، لازم يجي المدينة، لازم يجي للشلال، لازم يزور الأماكن الجميلة في مدينة درنا، ولو خد صرمة زي ما نقول نحن على الرجل، زي ما يقول عرب درنا كعابي داخل الأزقة وداخل أحياء في مدينة درنا، ويقول لك زرت مدينة درنا، المدينة لا زالت لها مقصد سياحي لدى يعني. العديد من أهالي مدينة درنا. صحيح، ما زالت مقصد سياحي أقول. نعم. طيب شكرا لك يا عبد السلام على هذه يعني هذه الأخبار. نعم عندك ما تضيف؟ إذا فضلت حتى نكون في نقطة صورة يعني المدينة تعاني هذه الأيام من أزمة عدم اكتمال المشاريع، رغم أنها رصدت لهذه المدينة، والحراك في حراك داخل المدينة، حراك شبابي يطالب بتغيير للشخصيات القيادية في هذه المدينة، وسبق طالب، ولكن المدينة أصبحت الآن في احتضان كبير داخل هذه المدينة وضد عدم إنجاز العديد من المشاريع، وأن المدينة حرام يعني زي كورنيش درنا، أنا موجود على الكورنيش، الكورنيش يبدو أن سرقت، الأموال التي سرقت في هذا الكورنيش هذا المدينة لا زال متهالك، هذا الصيف الثالث وهو بهذا الشكل، وهو الملاذ الوحيد لهذه المدينة. حديقة صممت بجانبي الآن مفروض يكون فيها العائلات تصطف فيها والناس تفتح فيها في عدم وجود المساحات لا زالت متهالكة. شارع كبير مؤدي لصحابة رسول الله، الشارع اللي يؤدي لجامع صحابة رسول الله ومكان طاهر والناس توجه إليه، غارق في مياه المجاري ومتعثر ومستثر يعني فيما نقول بالعامية، ولم يعر انتباه. فأصبحت هذه المدينة الآن أصبحت المشكاة تنطلق من المدينة. فحبينا نوصل هذه الصورة المسموعة من خلال حضرتك وكمراسل لنا بلسان حال الدرناوي للجميع صراحة. طبعا نحن نضيف نضم صوتنا إلى صوتك وصوت أهالي درنا المعذبين من هذه من قلة الاهتمام وعدم استكمال هذه المشاريع اللي الواضح أنه يشوبها ما يشوبها. نحن عارفين في مجلس بلدي في درنا وفي أعضاء فيه وفيه أكيد إدارة للمشروعات، فهي غائبة تماما من خلال هذا الوصف ونائمة في العسل زي ما يقولوا، ما تبيش تكمل مشاريع. أيضا دور الرقابة ضعيف جدا أو الباين هو متورط كذلك الرقابة بشكل عام على هذه المشاريع. الناس تشتغل براحتها تكمل المشروع، شن هي الشركة، شن إمكانياتها اللي تنفذ فيها المشاريع، ما يهم الشيء مدام نحن قلناها أكثر من مرة وأنت لمس الجرح يا أخوي عبد السلام. مدام المسؤول مش عارف بأن في متابعة أو ضغط إداري أو وظيفي عليه، فبالتالي ما نعولش على ضميره واجد. راهو الإنسان لما تطلق في أي مكان في هذه الدنيا إلا ما رحم ربي، تطلق براحته تعطيه أموال ضخمة وتقول له والله هذا المشروع وخذ راحتك وشوف الشركة اللي تناسبك، يعطيه الولد عمه والله يعطيه الواحد ما لاش علاقة بإنجاز هذه المشاريع
وينهبوه، أنا نحكي بشكل عام ينهبوه ويسرقوه، ولأن عارفين أن ما فيش حد حيتبعهم وما فيش حد حيحاسبهم. لكن المحاسبة الشعبية أنا أقول ستكون قريبة لهؤلاء اللصوص اللي في ليبيا اللي حملوا هذه المسؤولية وهذه الأمانة وعاثوا فيها فسادا. والعبر في التاريخ كثيرة جدا، الناس تخدم براحتها وتسرق وتنهب، وبالتالي تكون نهاياتها مأساوية ونهاياتها مؤسفة، وهذا ما لا نتمناه. نعم عبد السلام، إن شاء الله ديما طيب أستاذ أحمد وصباحكم سعيد. وتظل درنا رغم ما تمر به تظل مدينة للثقافة، مدينة للفن، مدينة جميلة رغم ما مرت به، فضل الله وحمده لا زالت في الحفيظة الإلهية.